دلوقتي لتقرير عن مسابقة يو سي ماس العالمية اللي بدأت منافستها في مصر منذ أيام للتصفية بين 1500 طفل مصري تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 12 سنة لاختيار الأوائل اللي هيمثلوا مصر في التصفيات العالمية. برنامج يو سي ماس بيساعد على تنمية قدرات ومهارات التركيز والانتباه ومهارات السرعة البصرية والسمعية، وبتعتمد المسابقة على قياس قدرات الأطفال في الإجابة على 200 مسألة حسابية في أقل من 8 دقائق. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي إن شاء الله. النهاردة إحنا عندنا المسابقة الوطنية ليو سي ماس، دي بيبقى حدث سنوي مهم جدا، بيجتمع فيه حوالي 1500 طفل من جميع أنحاء مصر بيتسابقوا، هم دول بيبقوا أوائل مصر عموما، بيتسابقوا عشان الأوائل منهم بيشاركوا في المسابقة العالمية اللي هي بتعقد كل سنة، والسنة الجاية إن شاء الله 2023 بتعقد في ماليزيا، وبيتسابق فيها ممثلين أو أطفال من حوالي 84 دولة. إحنا تعودنا دايما أوائل مصر بيكون هم أوائل العالم، ونتمنى ان احنا نستمر في ده ان شاء الله. النهارده عندنا المسابقه القوميه ليو سي ماس 2022، هو ايفنت جميل وكبير، وبنكون فيه بنكلل مجهودات سنه بالنجاح ان شاء الله. بنشوف ولادنا هم بيتسابقوا على 8 دقائق على 200 مساله، لازم يتحلوا بدقه وبسرعه، ولازم يكون في توازن ما بين الدقه والسرعه. ما ينفعش ال 200 مساله غلط، ما ينفعش في 8 دقائق، ما ينفعش 200 مساله صح بس في ساعتين، فلازم يكون في التوازن دوت. الفكره كلها ان احنا بدانا نغير نظام الحساب العادي، بدل ما احنا بنتعامل مع الحساب اللي هو مجردات ارقام، بدانا نحولها لصور، والصور ديت عن طريق العداد اللي هو الابيكس اللي هو اصله تشاينيز، وبنشوف ازاي الموضوع ماشي. ان احنا لما بنتكلم مع الولاد بنحول فكره المجردات اللي بتدخل النص الشمال من الدماغ، وعشان كده معظمنا ما بيحبش الحساب، بنحولها لفكره صور. كنت جاي امتحن عشان اطلع المركز، وان شاء الله اخد ميداليه بكره وكاس بكره باذن الله. والمسابقه كانت رائعه، وكل الاجواء كانت ممتازه، والتنظيم رائع، وكل حاجه كانت روعه. بالنسبة لسؤالي أهمية وهدف برنامج يو سي ماس، فبداية من منطلق بسيط جدا، إذ أن يو سي ماس هو برنامج لإفادة الطلاب في الشرق الأوسط، ولقد بدأنا بمصر، وذلك لأن مصر تعتبر نواة الشرق الأوسط. انتشر برنامج يو سي ماس بشكل واسع في الشرق الأوسط لأن رؤيتنا ورؤيتكم تصب في خدمة الأطفال لتقديم أفضل سبل التعليم لأبنائنا. وإذا شاهدت مسابقات يو سي ماس سابقا، فإنك ستدرك أن يو سي ماس طورت من عقل الطفل. بدأت يو سي ماس في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وهي رائدة في الشرق الأوسط، وذلك لأن الشرق الأوسط من أكثر المناطق حيوية وتأثيرا. مصر دولة رائعة تشتهر بالمومياوات، وطلاب يو سي ماس في مصر من أفضل الطلاب، وإنه لمن دواعي سروري أن آتي إلى مصر لأشهد أجواء المسابقة وأدعم يو سي ماس في مصر.